play play the verb to play يلعب يلعب هو يلعب أنت تلعب أنا ألعب أنت تلعبين هم يلعبون هما يلعبان I play football with my friends I play football with my friends ألعب كرة القدم مع أصدقائي ألعب كرة القدم مع أصدقائي مع with أصدقاء friends أصدقائي my friends الياء as the end is the possessive adjective my live live the verb to live يعيش يعيش هو يعيش أنا أعيش أنت تعيش هي تعيش هم يعيشون I live here with my family I live here with my family I live أعيش here هنا with مع family عائلة my family عائلتي أنا أعيش هنا مع عائلتي أنا أعيش هنا مع عائلتي bring bring the verb to bring يحضر يحضر There is a small mistake. There should be dhamma above al-ya, not fatha. يحضر هو يحضر أنا أحضر. I will bring some money with me. I will bring some money with me. سأحضر بعض المال معي. أحضر I bring. سأحضر I will bring. So سأ is to express future. سأحضر بعض المال some money معي with me. Some is بعض. Pay. The verb to pay. يدفع. يدفع. يدفع هو يدفع هي تدفع أنا أدفع أنتم تدفعون I will pay this bill I will pay this bill سأدفع هذه الفاتورة bill فاتورة this هذه سأدفع I will pay you can say سأدفع or سوف أدفع Okay, to express future. Learn. Learn. The verb to learn. يتعلم. يتعلم. يتعلم learn I will learn English this year I will learn English this year سوف أتعلم اللغة الإنجليزية هذا العام سوف I will سوف أتعلم I will learn سوف أتعلم اللغة الإنجليزية هذا العام this year هذا العام اللغة الإنجليزية اللغة is language okay إنجليزية English
As if you say English language, اللغة الإنجليزية. Change. Change. يغير. 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 أنا أغير، أنت تغير، هو يغير، نحن نغير، أنتم تغيرون، هم يغيرون، هما يغيران، أنتما تغيران. How can I change that? كيف يمكنني تغيير ذلك؟ كيف؟ How؟ كيف؟ يمكنني can I So I can in the origin. تغيير ذلك, change that. تغيير ذلك, that. Understand. يفهم. Understand. يفهم. أنا أفهم، أنت تفهم، هو يفهم. أنت تفهمين. I understand your problem. I understand your problem. أنا أفهم مشكلتك. أنا أفهم مشكلتك. أنا أفهم مشكلتك. مشكلة problem your problem مشكلة ك okay ك is your but key is your for female watch watch يشاهد هو يشاهد هي تشاهد أنا أشاهد نحن نشاهد هم يشاهدون نحن نشاهد I will watch TV this evening I will watch TV this evening سوف أشاهد التلفاز هذا المساء سوف أشاهد التلفاز هذا المساء this evening المساء is evening this هذا speak speak يتحدث يتحدث أنا أتحدث أنت تتحدث هو يتحدث I can speak many languages I can speak many languages أستطيع التحدث بالعديد من اللغات أستطيع التحدث بالعديد من اللغات I can أستطيع التحدث speak بالعديد many من اللغات languages languages اللغات read read the verb to read يقرأ يقرأ هو يقرأ هي تقرأ أنا أقرأ أنت تقرأ أنت تقرأين هم يقرؤون أنتم تقرؤون نحن نقرأ I will read a lot of books this week سوف أقرأ الكثير من الكتب هذا الأسبوع سوف أقرأ الكثير من الكتب هذا الأسبوع this week هذا الأسبوع books الكتب الكتب book one book كتاب
ويك الأسبوع. Walk. The verb to walk. يمشي. Walk. يمشي. Walk. يمشي. هو يمشي. أنت تمشي. أنت تمشين. I walk every day in this garden. I walk every day in this garden. أمشي كل يوم في هذه الحديقة. أمشي كل يوم. Every day. كل يوم. في هذه الحديقة. In this garden. Send. The verb to send. Send. يرسل. يرسل in the past. أرسل. أرسل. يرسل. هو يرسل. هي ترسل. أنت ترسل. أنا أرسل. I will send you some money. I will send you some money. سأرسل لك بعض المال. Money is المال. You can say المال or النقود. Some, بعض. بعض المال. Some money. سأرسل لك. س is will. To express future. أرسل. سأرسل. Expect. Expect. The verb to expect. يتوقع. يتوقع. هو يتوقع. هي تتوقع. In the past, توقع. هو توقع. هي توقعت. In the past. I expect you to do that today. Of course, here we are talking about future. I expect you to do that today. أتوقع منك أن تفعل ذلك اليوم. أتوقع منك أن تفعل ذلك اليوم. Do. تفعل. Or أفعل. Do. The verb to do. اليوم. Today. أتوقع منك أن تفعل ذلك اليوم. Meet. The verb to meet. يلتقي. يلتقي. هو يلتقي. هي تلتقي. In the past, التقى. هو التقى. هي التقت. أنا التقيت. أنا التقيت بصديقي. I met my friend. Let's meet again next week. لنلتقي مرة أخرى الأسبوع المقبل. لنلتقي مرة أخرى. Again, مرة أخرى. You can say مرة أخرى or مجددا. Next week. Week is الأسبوع. Next, مقبل. Okay, in Arabic we switch the noun with the adjective. We start with the noun and then the adjective. As if we say week next. Okay. Hate. The verb to hate. The opposite of love. يكره. يكره. In the past, كره. كره. In the present, يكره. هو يكره. هي تكره. I hate this job. I hate this job. I hate. أنا أكره. This. هذه. Job. الوظيفة. Or العمل. أنا أكره هذه الوظيفة. Or أنا أكره هذا العمل.
okay? Because العمل is male, we don't say هذه العمل, we say هذا العمل, because هذه is for female, even if we are talking about things, not persons. Choose, the verb to choose. يختار, يختار, هو يختار, هي تختار, أنا أختار, أنت تختار, نحن نختار, أنتم تختارون, هم يختارون. I don't know what to choose. I don't know what to choose. لا أعرف ماذا أختار. لا أعرف ماذا أختار. لا أعرف, I don't know. لا أعرف ماذا, what, what, ماذا أختار, choose. Enjoy. Enjoy. The verb to enjoy. يستمتع. يستمتع. In the present, يستمتع. In the past, استمتع. هو يستمتع. هي تستمتع. أنت تستمتع. أنا أستمتع. أنتم تستمتعون. هم يستمتعون. نحن نستمتع. I enjoy living. I enjoy living. أنا أستمتع بالحياة. أنا أستمتع بالحياة. أنت تستمتع بالحياة. هي تستمتع بالحياة. نحن نستمتع بالحياة. أنتما تستمتعان بالحياة. هما يستمتعان بالحياة. هم يستمتعون بالحياة. Explain. Explain. يشرح. يشرح. هو يشرح. هي تشرح. يشرح in the present. In the past, شرح or شرح. شرح. يشرح. I will explain this lesson to you. I will explain this lesson to you. سأشرح لك هذا الدرس. سأشرح لك هذا الدرس. أشرح, I explain. سأشرح, I will explain. Okay, we add seen at the beginning to express future. سأشرح or سوف أشرح. It's the same. س or سوف. سأذهب, سوف أذهب. I will go. سأكل, سوف أكل. I will eat. Accept. Accept. The verb to accept. يقبل. يقبل. هو يقبل. هي تقبل. أنا أقبل. أنت تقبل. أنت تقبلين. هم يقبلون. In the past, قبل. هو قبل. أنت قبلت. هي قبلت. أنت قبلتي. I accept your offer. I accept your offer. أنا أقبل عرضك. أنا أقبل عرضك. عرض, offer. عرضك, your offer. Warn. Warn. يحذر. يحذر. In the past, حذر. حذر. يحذر. I warn you, don't go there. I warn you, don't go there. أنا أحذرك لا تذهب إلى هناك. أنا أحذرك. I warn you. لا تذهب إلى هناك. لا, don't.
لا تذهب don't go there إلى هناك لا تذهب إلى هناك or you can say لا تذهب هناك cook the verb to cook يطبخ يطبخ or يطهو يطهو in the past طبخ or طه I will cook dinner now I will cook dinner now now الآن سوف أطبخ or سأطبخ العشاء dinner العشاء now الآن so we say العشاء not العشاء because العشاء is meant for prayer prayer that is prayed at that time exactly the time of عشاء dinner listen listen يستمع يستمع okay there is a difference between يستمع listen and the verb to hear يسمع when you give your mind and your concentration to something you are listening to then you say I am listening أنا أستمع you should listen to me يجب أن تستمع إلي يجب أن تستمع إلي to me إلي يجب أن you should or I should it depends on one so يجب أن is used for all the persons sleep the verb to sleep in Arabic we say ينام ينام هو ينام هي تنام أنت تنام أنت تنامين هو ينام نحن ننام أنتم تنامون هم ينامون أنتما تنامان turn off the light I can't sleep turn off the light I can't sleep أطفئ الضوء turn off the light light is ضوء لا أستطيع النوم لا أستطيع I can't لا أستطيع sleep النوم أطفئ الضوء لا أستطيع النوم turn off the light I can't sleep drink drink يشرب يشرب هو يشرب هي تشرب أنا أشرب أنت تشربين هم يشربون نحن نشرب أنتم تشربون I drink a lot of water British I drink a lot of water أنا أشرب الكثير a lot of الكثير من الماء of water a lot الكثير من الماء of water أنا أشرب الكثير من الماء أنا آكل الكثير من الطعام أنا أقرأ الكثير من الكتب okay? A lot of الكثير من guess يعتقد يعتقد هو يعتقد هي تعتقد أنا أعتقد So you are certain when you say أنا أعتقد okay? It's different from when you say I think that أنا أظن بأن but here we have I guess it that's impossible as if you say أعتقد or أتوقع I guess أعتقد أن هذا مستحيل impossible مستحيل أعتقد أن هذا مستحيل or أتوقع أن هذا مستحيل or أظن أن هذا مستحيل to guess is خمّن okay خمّن or توقع
It depends on the context. Travel. Travel. يسافر. يسافر. هو يسافر. هي تسافر. نحن نسافر. هم يسافرون. أنتم تسافرون. I will travel with my friends. I will travel with my friends. سوف أسافر مع أصدقائي. سوف أسافر مع أصدقائي. مع with مع أصدقاء friends أصدقائي my friends. الياء of course as we have already said is added to the noun to express the possessive adjective. My friends أصدقائي. Now the exercise is write in the comments what you hear. لقد أعجبتني هذه الزربية. سوف أشتريها. I repeat. أعيد. لقد أعجبتني هذه الزربية. سوف أشتريها. Of course, الزربية is carpet. I liked so much this carpet. I will buy it.